في صدر 4% في صادرات الصناعات التقليدية. وفي النشرة فكرة عن قانون عطل الأمومة والأبوة في صيغته الجديدة. وفي العالم جنازة رسمية لإسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران على أن يراث غدا الجمعة في قطر، وتولي التحذيرات من تصعيد خطير في المنطقة ردا على عملية الاغتيال. إلى التفاصيل. شهد قطاع الصناعات التقليدية في فترة ما بعد الكورونا انتعاشة ملحوظة، حيث سجلت الصادرات في هذا المجال 155 مليون دينار سنة 23/2000 بنسبة ارتفاع تقدر ب 4% مقارنة بسنة 22/2000. رئيسة مصلحة بالديوان الوطني للصناعات التقليدية صابرين الصالحية أوضحت في تصريح للإذاعة الوطنية أن فتح أسواق جديدة أتاح الفرصة للحرفيين في مختلف المجالات لتسويق منتجاتهم. قطاع الصناعات التقليدية خاصة في السنوات الأخيرة وبعد أزمة الكورونا اللي تمست منها برشا قطاعات توق نشهد في انتعاشة باهية ياسر في القطاع هذايا. الانتعاشة كانت مدروسة، وين ضبط ديوان وطني الصناعات التقليدية استراتيجية كاملة للنهوض بقطاع الصناعات التقليدية عبر مختلف الآليات، خاصة منها أنه تكثيف من التظاهرات الوطنية والدولية والعمل على خلق أسواق تصديرية جديدة واكتساح أسواق ما كناش معناتها نشاركوا فيها. كآخر إحصائيات اللي عندي متاع سنة 2023 سجلت صادرات قطاع الصناعة التقليدية 155 مليون دينار بنسبة تطور أكثر من 4% بارابور 2022. القطاع الأولاني اللي الحقيقة نجم يكتسح مليح الأسواق الدولية وحتى أعرق الأسواق الدولية هو قطاع خشب الزيتون، يليه الخزف ونسيج. أول السوق اللي مقبل على اقتناء منتجات صناعة تقليدية هي السوق الأمريكية، تليها السوق الفرنسية والسوق الإيطالية والألمانية في المركز الثالث والرابع. تم توقيع الملحق التعديلي عدد 6 للاتفاقية القطاعية لأطباء القطاع الخاص المبرمة بين الصندوق الوطني لتأمين على المرض لكنام والنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص. وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري أفاد في تصريح للتلفزة الوطنية بأن الاتفاقية تضمنت توسيعا لقائمة الخدمات المقدمة لمنظوري الصندوق الوطني لتأمين على المرض لا سيما المتعلقة بعلاج الأمراض السرطانية. يعتبر ثورة حقيقية في الحقيقة فيما يتعلق بتحسين ما سلة الخدمات الصحية هو توسيع قائمة العمليات الجراحية المرتبطة بالأمراض السرطانية، سرطان الرحم، سرطان الثدي، سرطان العنق وغيره، وثم اعتماد تقنية العلاج بالأشعة اللي تقريبا من 2007 ما تراجعتش، وتقريبا التقنية القديمة ولات مهجورة. اليوم تم إدراج تقنية حديثة للكشف بالأشعة وغيره من النقاط اللي تندرج في إطار سياسة الصندوق الوطني للتأمين على المرض في شراكة مع مزدي الخدمات الصحية لمزيد تحسين الخدمات الصحية. رئيس النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص خميس زايد أفاد من جهة أخرى بأن تونس تسجل سنويا 28 ألف إصابة بالسرطان، يحتاج نحو 60% منهم للعلاج بالأشعة الذي سيتم التكفل به بشكل كامل. المكسب الجديد اتفقنا اليوم على التكفل بالعلاج بالأشعة. لازمنا نعرفه كونه تقريبا في تونس عنا ما يقارب 28 ألف مريض سرطان سنويا، 60% من المرضى هذونا يستلزموا هالعلاج هذايا. اليوم بالاتفاق هذايا سوف يقع التكفل بهم سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص بنفس الطريقة من غير ما المريض يدفع حتى حاجة. وفي سياق آخر، صدق مجلس نواب الشعب في جلسته العامة ليلة أمس على مشروع القانون المتعلق بعطل الأمومة والأبوة بأغلبية 111 نائبا. وتضمن هذا القانون الجديد الترفيع في كل من عطلة الأمومة والأبوة إضافة إلى توحيد الإجراءات بين القطاعين العام والخاص. التفاصيل في تقرير وجه النمرة. يندرج قانون عطل الأمومة والأبوة في إطار تطبيق مقتضيات الدستور التونسي الذي يحمل الدولة واجب حماية الأسرة وفق ما أكدته وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمال بالحاج موسى في تدخلها أثناء جلسة المصادقة على مشروع القانون. هذا الدستور الذي عندما ننظر فيه نعاين كثافة التواتر
مفهوم الأسرة وأيضا علاقة الأسرة بالدولة. يحمل الدولة واجب حماية الأسرة باعتبار أن هذه الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، وفي هذا الإطار يندرج هذا القانون. كانت هناك بعض العقبات. العقبة رقم واحد هو أنه الأثر المالي لهذا القانون وتم تجاوزه، لأنه لا معنى لمثل هذا القانون دون ضمانات تطبيقه. وأضافت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أن ما يميز هذا القانون هو توحيد عطلة الأمومة والأبوة في القطاعين العمومي والخاص. رفضنا التدرج. هذا المسار لم يميز بين أمهات يعملن في القطاع الوظيفة العمومية وأمهات يعملن في القطاع العام وأخريات يعملن في القطاع الخاص. كان لابد من أن يكون هناك قانون معني بالأسرة مهما كان مجال العمل. توحيد القطاعين. بدورها النائب بسمة الهمامي وعضو لجنة التشريع العام أشارت إلى أن القانون الجديد تضمن أحداث عطلة ما قبل الولادة وانتفاع الأم بعطلة ولادة مدتها 3 أشهر، إضافة إلى الترفيع في عطلة الأبوة إلى 7 أيام. أهم ما جاء به قانون الجديد في علاقة بعطلة الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والخاص هي إحداث عطلة ما قبل الولادة 15 يوم، كانت قبل تحسب على أساس إنها عطلة مرضية، لكن اليوم فما استحقاق تسمى استحقاق أمومي. تمديد في عطلة الولادة اللي كانت شهرين تو باش تولي 3 شهور، في علاقة بعطلة الأبوة ترفيع في عطلة الأبوة كانت نهارين تو باش تولي 7 أيام، وترفع إلى 10 أيام في صورة ولادة توأم أو أكثر أو طفل حامل لإعاقة أو مولود خديج أو حامل لتشوهات خلقية، و3 أيام في حالة ولادة الأم لمولود ميت. وتجدر الإشارة إلى أن القانون المتعلق بعطل الأمومة والأبوة وأقر الترفيع في راحة الرضاعة لمدة 9 أشهر بداية من تاريخ مباشرة العمل بالنسبة للأم التي لم تتمتع بعطلة ما بعد الولادة. أطلق مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة كريدي في المنصات الرقمية لموسوعة النساء التونسيات 100 امرأة وامرأة. الموسوعة تضم 128 سيرة ذاتية لرائدات تونسيات مترجمة إلى اللغتين الفرنسية والإنجليزية في عدة مجلات موزعة على مختلف الحقب التاريخية. ومن أخبار العالم، أدى الآلاف من الإيرانيين صلاة الجنازة اليوم على جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة حماس إسماعيل هنية في جامعة طهران، تمديدا لنقل الجثمان إلى قطر لتشييعه ودفنه، فيما ما زالت ردود الأفعال تتوالى تباعا على عملية الاغتيال وسط تحذيرات من تصعيد خطير في الشرق الأوسط ردا على العملية. تقرير مريم الغربية. بدأت في العاصمة الإيرانية طهران اليوم مراسم التشييع الشعبي والرسمي لإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة حماس الذي اغتيل وحارسه في مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران أمس. المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي الخامنئي أقام صلاة الجنازة على جثماني هنية ومرافقه في باحة جامعة طهران صباح اليوم، وتم الإعلان عن إقامة موكب عزاء لهنية في طهران قبل نقله إلى قطر عصر اليوم، أين سيورثر هناك في مراسم دفن رسمية غدا الجمعة. رئيس البرلمان الإيراني قال إن إسرائيل ارتكبت خطأ استراتيجيا باغتيال إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران، فيما اعتبر مسؤول العلاقات الخارجية في حماس أن إسرائيل باغتيالها هنية أثارت غضب المقاومة وكل أحرار الأمة والعالم، متعهدا بالاستمرار في مقاومة الاحتلال الصهيوني. فيما أعلن حزب الله اللبناني أن أمينه العام حسن نصر الله سيعلن الموقف السياسي للحزب اليوم خلال تشييع القائد العسكري فؤاد شكر الذي اغتيل بغارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الثلاثاء الفارط. وفي الأثناء توالت ردود الأفعال العربية والدولية على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة حماس إسماعيل هنية مع تحذيرات من تصعيد خطير في الشرق الأوسط، وخرجت
مظاهرات في كل من إسطنبول وتونس ومدن في لبنان والأردن والمغرب تنديدا بعمليات الاغتيال. وفي اليمن أعلن الحوثيون الحداد لثلاثة أيام وتنكيس الأعلام حدادا على هنية، مؤكدين في بيان أنه على العدو الصهيوني والأمريكي تحمل مسؤولية توسيع ساحة الحرب والمواجهة. على الصعيد الدبلوماسي وفي سياق ردود الأفعال على جريمة الاغتيال، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بناء على طلب إيران وبدعم من روسيا والصين والجزائر. اعتبر خلالها مندوب إيران بمجلس الأمن في كلمته أن عملية الاغتيال تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، مشيرا إلى أنه ما كانت إسرائيل لترتكب هذه الجريمة دون دعم استخباراتي من الولايات المتحدة. من جهته طلب وزير الخارجية الأمريكي أنطونيو بلينكين من رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني نقل رسائل إلى إيران وحزب الله تهدف إلى التهدئة وعدم الرد على عملية الاغتيال. وفي آخر تطورات العدوان الصهيوني على القطاع، أفادت وزارة الصحة في غزة بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين راح ضحيتهما 35 شهيدا و55 مصاب خلال 24 ساعة الماضية. في الأثناء توغلت قوة الاحتلال الإسرائيلي بشكل جزئي جنوب غرب مدينة غزة بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي عنيف أصاب أحياء الصبر والزيتون وتل الهواء وشارع الرشيد. وفي المقابل وردا على إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل القائد العام لكتائب عز الدين القسام محمد الضيف، قال القيادي في حماس عزة الرشق إن تأكيد ونفي مقتل أي من قيادات القسام هو بيد قيادة الحركة، مؤكدا أنه ما لم تعلن قيادة حماس أي تفاصيل بشأن استشهاد أي من قادتها فلا يمكن تأكيد أي خبر من الأخبار المتداولة. وفي الأثناء تواصل المقاومة الفلسطينية تصديها لآليات الاحتلال الإسرائيلي وجنوده المتوغلين في قطاع غزة باستهداف الآليات والدبابات الإسرائيلية. وختم النشرة وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: تسجيل ارتفاع بأكثر من 4% في صادرات الصناعات التقليدية. وفي النشرة فكرة عن قانون يعطل الأمومة والأبوة في صيغتها الجديدة. وفي العالم جنازة رسمية لإسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران على أن يورثها غدا الجمعة في قطر، وتولي تحذيرات من تصعيد خطير في المنطقة ردا على عملية الاغتيال. ختام النشرة قدمها لكم ياسين الفوغالي للقاء.